صنفت ضمن قائمة أقوى امرأة عربية حسب مجلة Arabian Business المتخصصة في عالم المال والأعمال، بعد ما حصلت على المركز 94 عربيا والمركز 11 محليا، مسجلة كباحثة دولية في البنك الدولي وأيضا كخبير قانوني أمام غرفة التجارة الدولية، ولها العديد من المشاركات المحلية والدولية على صعيد المحاماة والاستشارات القانونية. المحامية فاتن النقيب، حياك الله معنا. حياك الله أستاذ. أهلا وسهلا فيكم، وأنا شاكرة لكم استضافتكم الحلوة هذه. احنا نتشرف. ونبدأ من Arabian Business. خلينا نتكلم أول شيء عن هذا الموضوع، وعليه يعني شلون تلقيت الخبر وعلى أساس يتم الاختيار. التصنيف اللي لقيته من Arabian Business صار له 4 سنين متتالية، وداخلة على الخامسة إن شاء الله. الخامسة دخلتها مع فوربس. اللي صار كان مفاجأة لي، وكان أول تصنيف فعلا كان 94، بعدين تطور الرقم شوية وصلنا ل 50 ولل 44 ولا غيره على سنوات متتالية. وأنا فخورة جدا يكون إني أول محامية كويتية قدرت إني أدخل هذه القائمة، وهذا شيء يشرفني. شرفني كوني كويتية، ولو أنه في كثير من الكويتيات والسيدات اللي معروفين موجودين على القائمة نفسها، لكن كمحامية كويتية استطاعت أنها تدخل هذه القائمة، أعتقد أن هذا كان شيء مهم جدا بالنسبة لي. الاختيار يكون هو تصنيف عبارة عن لجان، هي لجان دولية تقوم وتكون مسؤولة عن هذه المجلات الاقتصادية، وهي فيها أفرع دولية، يعني قد تكون في أمريكا أو في أوروبا أو غيرها. هذه اللجان تسلط الضوء على السيدات أو الرجال أيضا، لأن في تصنيف أيضا للرجال، في الإنجازات والابتكارات اللي قام فيها على نحو سنين معينة في مهنته أو شركته أو عمله أو وظيفته ومن هذا القبيل. أنا في الحقيقة كنت يعني كمحامية أمارس المحلي والدولي، لكن الدولي لحب خاص بالنسبة لي. تحبين القضايا الدولية؟ أحب القضايا الدولية، وشغلي هو مزيج بين القضايا الدولية والشغل اللي نسميه transactional work، اللي عبارة عن العقود والصفقات واللي يصير فيها اختلاف الاختصاص ما بين القوانين الدول، نسميه تنازع القوانين، احنا وشون ان اي القانون يطبق على هذا الموضوع. حلو. لكن استاذة فاتن، على اي اساس يتم اختيار المرأة الاقوى او ذات الشخصية الاقوى في مجالها؟ يعني اكيد في لها مقومات ومعايير معينة. فيها مقومات ومعايير، لازم لها بحوث معينة. طبعا بالنسبة لي كان لي بحوث معينة أنا كنت أشتغل فيها مع غرفة التجارة الدولية، واشتغلت فيها مع البنك الدولي على سنين معينة، فهذه البحوث كانت تنشر لي في مجلات قانونية عالمية معروفة، ولي الفخر أني أنا قدرت أني أنا مثل ألف فصل خاص عن كيفية عقد الصفقة، ويدرس هذا في مجلة قانونية معروفة لاتينية قديمة تسمى لكسس نكسس، وتدرس في هارفارد ويونيفرسيتي أوف لندن، فشاركت فيها واسمي موجود فيها. وين درست القانون؟ أنا جامعة الكويت، خريجة سنة 87، وبعدين كملت ماسترز من كامبريدج ومن يونيفرسيتي أوف لندن، خذيت كورسات ودبلومات في العقود التجارية الدولية الخاصة. يعني مقضية حياتك دراسة و يسألوني شوفي أنا شاية علي، يعني حتى بين أصحابي وأهلي يقولوا لي كل شيء لازم تدرسينه وتاخذين فيه شهادة. بالضبط. وياخذك هالشيء من حياتك الاجتماعية أكيد. ياخذني كثير. وعلى حسابي وحساب نفسي وبيتي وكذا، بس أنا أحب القانون، وأنا دخلت القانون والحقوق وأنا حابتها وفيها فيني شغف لها. مع أن حاولوا أهلي يثنوني عن ذلك الموضوع، ولا تدرسين حقوق وش لك فيها، لأن أنا أمي أصلا خريجة حقوق وعندنا باع بالحقوق، يعني حتى جدي وجدي ففي تاريخ للمحاماة. فهي عارفة متاعب المهنة وعارفة الوضع. فتقول لي يعني ليش لا، أصريت وفعلا كانت متعبة يعني ولا أزال تعبانة، لكن مدام تحبينها دايما راح تنجزين أكيد. شوفي أي شيء تحبينه في لازم لازم يصير من وراء نجاح، إذا ما حبيت الشغلة لا يمكن تنجحين فيها أبداً. أكيد. جميل. طيب يعني عادة وايد محامين يقولون إن الشغل التجاري اللي قاعد تقومين فيه
ما في متعة المحامي. متعة المحامي موجود بالجنائي. فتتفقين لتختلفين معهم؟ اختلف معهم واتفق. خليها اقول لك الجنائي حلو لانك لك فرصه ان انت ترافع اوكي وتظهر المرافعه ومقدرتك كمحامي وفي ذكاء وشون انت تسيطر وتجذب المحكمه وتقدر انك تقنعها في وتدافع عن يقول التجاري هي عباره عن اوراق يعني تجاري هني مع الاسف عباره عن اوراق ومذكرات في مرافعات بسيطه اذا سمح لك اياها لكن في الدولي في مرافعات خاصه التحكيم الدولي شلون تشوفها بالافلام والمسلسلات كذي انا اكون هناك يا ريت كان عندنا افلام عرضناها كان المفروض يعني يسوي تقرير فيها متعه نوعا ما ثانيه لان لازم عندهم بالتحكيم الدولي والمحاكم الدوليه لازم المرافعه الشفهيه ضروريه جدا جدا جميل لكن بالمقابل لو رجعنا للمسابقة هل كنتي أنت الكويتية الوحيدة في هذه المسابقة ولا كان هناك كويتيات أو حتى لو في مجالات أخرى؟ شوفي هي ما هي مسابقة هي تصنيف نعم. الجوائز اللي خذيتها هي جوائز تقدير جوائز سيدة الأعمال الأولى من أريبيان بيزنس جوائز مشاركات كون المستشار الأول هذه في من الكويت في كثير في أريبيان بيزنس في من الكويت في شيخ البحر من البنك الوطني في السيد سعد الحميضي أعتقد في غصون الخالد في أكثر من 10 شخصيات في أكثر من 10 شخصيات بس كمحامية أنت الوحيدة المحامية الوحيدة توقعين شنو هو الشيء ولا بد نتبالت شيء بحث عمل قمت فيه وهو هذا اللي لفت نظرهم لك قلت لك أنا قدمت لا شيء معين ولا انت تعتقدين لا ما في شيء معين لا اولي في شيء معين في شيء معين كاملة ولا هو شيء معين هو انا باكج كامل بالضبط. يعني ما احب امدح نفسي الشكل الفاضي في باكج لكن اتوقع تدرين شنو هو الشيء المعين لا انا قدمت رأي أمام غرفة التجارة الدولية Expert Opinion يسمونه وعلى ضوءها تم تسجيلي كأول كويتية خبير قانوني في غرفة التجارة الدولية هذا اللي لفت لنظار هذا لفت لأني شوف أنت لما تروح أمام محكمة دولية ICC شيء يخرع يعني هذا آخر شيء أنت أي محامي يطمح له أكبر محكمة بالدنيا يعني خلص يعني وصلتها اصلا يعني لما رحت ومحبوسه اسبوعين بين اسبوع بلندن واسبوع بباريس وما اطلع من الغرفه بغرفه الاوتيل ممنوع لان في يعني اجراءات معينه يعني ما في تليفونات ما في دنيا وانا قلبي يرجع طول الوقت بنتي تدرس بلندن كان في ذلك الوقت كان ادق عليها قلت لها ما اعتقد اني اقدر اني اسويها لان حاسه نفسي وكل ما يقرب الموعد وادرس 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 ومقابلات مو كمحاميه كراي قانوني كخبيره كخبير قانوني اوكي طبعا لاني عندي مكتب محاماه وغيره فحضرت امامهم الصراحه حضوري قدامهم انا غربني لان كثر الخوف اللي كنت يعني قدامش قضاة يسالك اي سؤال انت مو دارسه خلاص قضيه راحت غلط لان عندك الخصم هم أمام خبير جايب خبير ففي يصير في تحدي في الأسئلة ويبولك ناس يعني أنت خبيرة جهة كويتية أو جانب كويتي خبيرة إيه في القانون الكويتي وقانون عن قانون الخليج مو الخصم الحين أنت لا شركة أجنبية كانت لها تعامل في متنوع في الخليج في القطاع النفطي حلو حلو وكانت تجربة صعبة عليك لكن إيه؟ عديتيها ما شاء الله عديتها شلون لما خلصتي المرافعة أو القضية شنو كان إحساسك؟ شوفي إحساسي كان فظيع يعني عرفت أني قدرت أني أصمد يعني ما في بس أبي أطلع من المبنى البلدنج طالعة لل بروح أتوقع المبنى لهيبة صحيح أصلا أبي أصرخ يعني عرفت يعني أبي أصرخ بس اللي أحلمه في الموضوع إن أنا بعد طبعاً تمشيت كان طلعت المبنى خلصنا وتهاني والدنيا في قهوة وراء المبنى نعم. لقاني واحد من القضاة هناك طبعاً إحنا ممنوع نتكلم فيهم بس الحين خلصت الموضوع فتكلم وياي كان يقول لي باللهجة الإنجليزية well done أوكي. أنا قلت واو يعني والله سويتيها فاتن سويتيها وحصلتي على تصنيف وعلى لقب أكيد هذا التصنيف أو اللقب أضاف شيء لفاتن النقيب شوفي أعطاني قوة
أعطاني ثقة بالنفس أكثر. يعني الحين صرتي تدخلين أي محكمة وأنتي ثقة أكبر؟ أي ثقة أكبر عرفتي، بس بنفس الوقت مسؤولية أن أقول طيب وبعدين شنو هو التالي، what's next؟ يعني شنو أقدر أسوي بعد؟ يعني هي تي بروحها بعدين next المفروض تي، لأن شوف تمر الواحد عليه، يعني واحد يصير مرات الدنيا فوق والدنيا تحت. صحيح. زين، والإنسان، وأنا من النوع اللي وايد حساسة على شغلي والدنيا، فأفكر يا ربي أسوي زين مو مسوية زين، شنو الشغل مو زين، شنو ما قاعد أبذل جهدي، ما قاعد أعطي اهتمام، أكون مليت، I want to relax يعني أكثر. فهذا كله أحس بتأنيب ضمير، فالحين براسي مثلا what is next what's next يعني. نعم. طيب الحين كمحامية من 87 بتكلم عن المحاميات بشكل خاص، الفترة الأخيرة قاعد نشوف المحاميات خاصة الجدد قاعدين يتجهون إلى الإعلام أكثر، إلى يعني واصلين مرحلة كأنه ما تحت الأضواء، حابين يكونون يعني تحت الأضواء. يعني صحيح. يمكن قاعد يصكون على الفنانين على شو اسمه، فهل تشوفين هذا الشيء اللي قاعد يخدمهم في شغلهم؟ أوش ملاحظة هذا الشيء ولا لا؟ ملاحظة، وفي أكثر من محامية قديمة بعد معانا وتطلع بالتلفزيون يعني ولها نشوف حلقات معينة. القضايا اللي يكسبونها المحامين هذه بشكل عام تطلع بالجرائد، وأن فلان فلاني أو فلان فلانية كسبت القضية، مش هذا شيء جديد. فشون شو نظرتك حق هالموضوع؟ شوف قانون المحاماة اللي نظمنا دائما احنا نقول انك انت ممنوع للمحامي يسوي دعاية، ممنوع ماركتينج، ممنوع ان اي شيء حتى الاعلان لصورة معينة. هذا جزء من خلينا نقول المحاماة التقليدية اللي تم توارثها. الحين مع الجيل الجديد كعرف مو قانون، كعرف اي كعرف متعارف عليه ان المهنة لها احترامها ولها وضعها، فلازم تكون يعتبر القضاء الواقف يكون لها. نعم. لكن الحين مع تطور الدنيا والعالم ما يمنع هذا الشيء، يعني في أمريكا وأوروبا يطلعوا لك بدعايات يعني ويسوقون نفسهم. يساعد الشغل، ليش لا؟ الكويت دولة صغيرة، محيطها الجغرافي صغير جدا، صحيح القضايا كثير الحمد لله يمكن، بس والمشاكل كثيرة، بس ستيل منافسة عالية. يعني فإذا المحامي ما يطور من نفسه وما يشوف له طريقة أنه يساعد نفسه ويساعد مكتبه، قد ما فيها شيء، ليش لا؟ وبنظرك ان هذا الموضوع ممكن يساعد في تسويق المحامي لنفسه؟ طبعا، لانه واصبح الحين في تخصص بعد، يعني وهذا شيء حلو، زمني ما كان تخصص بالنوع من القضايا. في ناس مثلا تجاري، مدني، احوال، جنايات. نعم. قبل تلاقين مثلا لا احنا ناخذ كل القضايا، الحين شوي شوي المكاتب تقول لك لا انا ما اخذ احوال، انا ما اخذ جنائي مثلا، ما اخذ عمالي. في ناس متخصصين بالتامين يقول لك انا متفرغ لقضايا التامين. نعم. احسن التخصص، التخصص احسن. لكن بالمقابل استاذه فاتن، المحاميات بالكويت شنو ناقصهم؟ شنو ناقصهم المحاميات الكويتيات؟ ما أعتقد ناقصهم، المحامية متكافئة مع المحامي. خليني أقول لك كوظيفة ومهنة فعلا يؤخذ ب يعني وجودها. طبعا مساواة. طبعا اي شوفي أنا من تخرجت كان دائما يعني أنا كان رقمي أعتقد 11 من المحاميات الممارسات في المحكمة، يعني كنا على عدد الأصابع. اللي سابقيني يمكن أستاذة عصمت من اللي أقدم مني بشوي 4-5 سنين هالشكل. لما دائما أن أنت ما يعطوني تجاري، ما تجيني قضايا أحوال عمالي هالشكل هذا، فشوي شوي أعتقد المحاميات قدروا أن يثبتون نفسهم وجدارتهم في أكثر من تخصص في موقع. في محاميات متخصصين بالجنائي ويسوون عدل، يعني مرافعاتهم حلوة، وجودهم حضورهم حلو ومقنع، يعني هذا شيء جميل. فمو ناقصهم شيء. طب أنا آخر سؤال عندي، أنا درينا أن أنت عندك أيضا كتب قانونية، كتب يعني غير ما شاء الله القضايا وهذا، أيضا على وشك أن تصدرين كتاب. إيه في الحقيقة بتوجيهات من البنك الدولي، أنا أشارك كثير مع البنك الدولي في كيفية الاستثمار بالكويت وعلى حسب القوانين الجديدة اللي تطلع. فصارت هناك رغبة في كتابة مثل دليل قانوني شامل للمستثمر الأجنبي وأيضا للمستثمر المحلي،
خاصة الانتربنورز الصغار أو الكذا ويكون باللغة الإنجليزية. والحمد لله خلصته. لصالح منو قاعد تكتبينه؟ لصالح الكويت. لا أي جهة كويتية يعني؟ ولا ما في جهة؟ أنت بروح متطوعة بروحش تبي تكتبين دليل للمستثمر؟ يس، دليل للمستثمر الأجنبي إنه يقدر يستثمر بالكويت والقوانين سهلة وفي بيئة قانونية صالحة للاستثمار. شاطرة ترى. أيضا أي مستثمر يوقع مع مكتب فاتن نظيف يصيد اشتراعي. لا تدري ليش أنا أقول لك ليش؟ شوف أنا لأنه بحكم عملي بالخارج وكذا واجد تجيني أسئلة إنه مو سهل الاستثمار بالكويت، مو سهل إني أسس شركة، لازم في القوانين تحدني غيره كذا. لا هذا الكلام مو صحيح يعني. الكويتي دائما يسيطر، المحكمة تميل للكويتي. لا فأبي أغير هالوجهة هذه وبعدين إن شاء الله يعني إن شاء الله نشوف المستثمرين خاصة المستثمر الأجنبي يستفيد إن شاء الله. من 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 هالقوانين المشجعة. فعلا في قوانين كثيرة مشجعة، في حتى قانون الاستثمار الأجنبي المباشر وتغريب ولا ضريبة وفي إكزامشن، وهذا جزء من رغبة صاحب السمو. بهدف أن طبعا تشجيع الاستثمار بالكويت وإن شاء الله تحول مركز مالي، ما إن شاء الله الأمور تصير طيبة إن شاء الله. نتمنى ذلك. ومن محامية فاتن نغيب أقوى من أقوى 11 كويتية وأقوى 100 امرأة عربية، شاكرين لك حضورك. الله يسلمك، أنا شاكرة لكم استضافتكم وما قصرتم. شكرا لك أستاذة فاتن. وأيضا لمحبي السيارات اليوم راح نشوف معاكم تقرير عن أكبر مدينة للسيارات. مدينة؟ مدينة والله يعني مين نروح لها؟ إحنا اليوم جايبين كل شيء الماكسيمم، أقوى امرأة وأكبر مدينة. خلونا نشوف التقرير.